هلو لوتي، اليوم معنا حوار جديد وهو طبعا مهم لفحص المندلش. في معنا شخصين راحين على المطعم، طبعا راح يطلبوا اكل راح يطلبوا مشروبات، وراح نشوف شو الحوار الدار بيناتهم. اكيد هذا الحكي بيفيدنا اذا جانا فحص المندلش. منبلش مع بعض. غوتن تاك، هابن زي ريزيرفيرت؟ غوتن تاك، ناين وير هابن كان ريزيرفيرونك. هابن زي نوخ اين تيش فراي فيلز فاي بيرزونن؟ Ja, kein Problem. Mögen Sie lieber am Fenster oder auf der Terrasse sitzen? Am Fenster. Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Kommt sofort. Möchten Sie schon etwas trinken? Ich möchte ein Glas Bier bestellen und ich möchte ein Glas Rotwein bestellen. من ما شوفوا حوار كثير سهل نقراه لتاني مرة. Guten Tag, haben Sie reserviert? Guten Tag, nein, wir haben keine Reservierung. Haben Sie noch einen Tisch frei für zwei Personen? Ja, kein Problem. Mögen Sie lieber am Fenster oder auf der Terrasse sitzen? Am Fenster. Bringen Sie uns bitte die Speisekarte. Kommt sofort. Möchten Sie schon etwas trinken? Ich möchte ein Glas Bier bestellen. Und ich möchte ein Glas Rotwein bestellen. من ما نشوفوا في عنا شخصين راحين على مطعم. أول شيء قالوا له Guten Tag, haben Sie reserviert? هون عم يحكي معهم الكلنر أو النادي اللي عم يقول لهم طاب نهاركم، هل لديكم حجز؟ ردوا عليه Guten Tag, طاب نهارك. لا Wir haben keine Reservierung. قال له ليس لدينا حجز. هل لديك طاولة فاضية لشخصين؟ قال لهم يا كان بروبليم، ايه ما في مشكلة. mögen Sie lieber am Fenster oder auf der Terrasse sitzen؟ بتحبوا تقعدوا على الشباك ولا على الشرفة؟ am Fenster. bringen Sie uns bitte die Speisekarte. ردوا عليه قال له على الشباك من فضلك جيب لنا قائمة الطعام أو Speisekarte. komm sofort. رد عليه قال له بتجي مباشرة حالا. بتحبوا شيء تشربوا؟ تشربوا شيء؟ رد أول شخص أول ضيف إيش مشتي أنا جلاس بير بشترن، أنا بدي أطلب كاسة بيرة. ومرته قالت أنت إيش مشتي أنا جلاس غوت فاين بشترن، وأنا أرغب بكأس نبيذ أحمر. كلمات مستخدمة بهذا النص طبعا جدا سهل مستواها أز فاي بي أينز، طبعا إذا لقيتهم كتير صعبين معناتها لازم الواحد يشتغل على حاله. هون طبعا ننتبه اذا استخدمناهم فحص المندلش، يعني في عنا ما نحاور نحن ونحن شخص تاني، هون نحن ما بنحتاج لمثل ما عم نشوف بالمربع هون ايش مشت ان جلاس غوت فاين بشترن. هون طبعا الحوار في شخصين هن رايحين على المطعم وفي عنا النادل او كلنر هو عم يحكي معهم. طبعا اذا كنا فحص مندلش نحن قاعدين نحن ورفينا عقبالنا اكيد مثل ما عم نشوفه بالمربع هذه الجملة ما بنحتاجها، أو فينا نختار بينها وبين الجملة الأولى نحط وحدة منهم. كمان ننتبه إذا كنا بس نحن وشخص تاني هون بدنا نقول الجملة الثالثة haben Sie noch einen Tisch frei für ein Person، طبعا بصير ein Person، وتحت كمان بصير bringen Sie mir bitte die Speisekarte، إنه الجملة لإلي قائمة الطعام ما بدنا لقلنا، وفوق مثل ما قلنا منقول انه في طاولة فاضية لشخص واحد بدل لشخصين. هدول شغلات كتير مهمة، واكيد بتمنى من الكل اذا بكون تحفظوا طبعا تكتبوا هالحكي على ورقة، بس واحد يكتب بيحفظ بسرعة وبسهولة اكبر بكتير ما انه يشوف بس فيديو. طبعا لازم توقفوا الفيديو تكتبوهم على ورقة والواحد يشوف يحفظهم بسهولة. ننتقل على المقطع الثاني. Hier sind die Getränke. Möchten Sie etwas essen? Ich möchte als Vorspeise einen Gemüsesuppe und danach Bratfisch mit Kartoffeln und Salat. Geht das? Ja, natürlich. Ich möchte zuerst eine Gemüsesuppe und dann als Hauptgericht Rindersteak mit Pommes frites und Ketchup. Aber bitte ohne Bohnen. Geht das? Ja, natürlich.
هتسئينن جشمكت دانكه اسفار او سكيت ساشنت. Hier sind die Getränke, möchten Sie etwas essen? Ich möchte als Vorspeise eine Gemüsesuppe und danach Bratfisch mit Kartoffeln und Salat. Geht das? Ja, natürlich. Ich möchte zuerst eine Gemüsesuppe und dann als Hauptgericht Rindersteak mit Pommes frites und Ketchup. Aber bitte ohne Bohnen. Geht das? Ja, natürlich. Hat es Ihnen geschmeckt? Danke, es war ausgezeichnet. نشوف الترجمة. هي زين دي قدرين تفضلوا المشروبات أترغبوا شيئا لتأكلوا بدنا تطلبوا شيء تأكلوا أكيد قالوا إيش مشتي ألز فور شبايس أرغب بمقبلات حسا الخضار شوربة خضرة وبعدها سمك مقلي مع بطاطا كرتوفل ونزلات وسلطة بيمشي الحال هيك قال له أكيد إيه نعم طبعا مرتو قالت له إيش مشتي سؤالت أنا جيب موز زوبة أنا أرغب أولا بحساء خضار أو كمان نفس الشيء وكطبق رئيسي هاوب كيريشت هون طبعا انتبه إنه قلنا ستيك كلمة ستيك طبعا مأخوذة من الإنجليزي مشان هيك اللفظ ستيك مع بطاطا مت بومس فريتس مع بطاطا مقلية وكاتشب ولكن من فضلك من دون فاصولية بيمشي الحال هيك قال له نعم طبعا رجع بعد شوي قال لهم هات اس اينن جشمكت عجبتكم الوجبة عجبكم الأكل ردوا عليه قال له شكرا كانت ممتازة دانكي اس وار اوس كيت سايشنت قال له طبعا اذا نحن حوار بس شخصين فينا نختار بين الضيف الثاني او الضيف الاول طبعا حلو انه الواحد عنده الخيار ينقي اذا عجبتنا المربع الاول فينا ننقيه انه الطبق الاول انه هون اول شيء طلبنا فور شبايز انا الز فور شبايز جيموز زوبي وندناه بغات فيش مت كارتوفل ونزلات فينا يا ننقي هذا يا ننقي الخيار الثاني انه كمان جيموز زوبي بس كان عندنا الهاوت جريشت هو غندر ستيك مع بومس وكاتشب ونوني بونن فينا نحن ننقي على كيفنا طبعا لانه نحن عم نحكي بين شخصين ما بنحتاج ل يكون الحوار مثل هون بين ضيفين مع النادل بس بدنا وحدي منهم وطبعا ملاحظة تانية بالنسبة للمشروبات او بالنسبة للأكل نحن فينا نغير الأكل والمشروبات مثل ما بنحب هذا ما في اي مشكلة بالموضوع اذا الواحد ما عجبه الأكل المكتوب هون بالنص او المشروبات المرقد بالنص طبعا في الواحد يغيرها ع كيفه ننتقل للمقطع الاخير وهو جدا قصير وسهل Möchten Sie noch eine Nachspeise? Nein, danke. Aber zwei Espresso. Und die Rechnung bitte. Getrennt oder zusammen? Zusammen bitte. Das macht dann 30 Euro. Machen Sie 32 bitte. Vielen Dank. Einen schönen Nachmittag und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mit dem Schufo Nass جدا سهل. بتحبوا شيء كتحليه ناخ شبايز هو التحليه فور شبايز مثل ما شفنا قبل شوي هو المقبلات وهاب جريشت هو الطبق الرئيسي اذا هون عم يسألهم بتحبوا شيء كتحليه قالوا لا ولكن من فضلك اثنين اسبريسو والفاتورة قالوا مفصولين ولا مع بعض هون طبعا هذا الشيء لازم ننتبه له انه عطول بيسألوا هيك بيسألوا إذا كل شخص بحب يدفع لحاله أو مع بعض طبعا هو قال لهم مع بعض zusammen bitte das macht dann 30 Euro الفاتورة هي 30 يورو هلا هون ليش هو قال له ماخذ زيد 32 يورو بده هون مثل بقشيش يعطي زيادة إنه من فضلك اعملها 32 يورو طبعا كثير عادة تدفع بالكرت أو شيء من هالنوع مشان هيك قال له اعملها 32 شكرا جزيلا وأتمنى لك فترة مع بعض ظهر جميلة Einen schönen Nachmittag und auf Wiedersehen وإلى اللقاء إلى اللقاء هون كمان ننتبه إذا نحن عم نحكي مع شخص قدامنا ما بنحتاج بالمربع هون وقت getrennt oder zusammen zusammen bitte هذا طبعا ما بنحتاجه لأنه نحن بنكون شخص واحد ما رح يسألنا هالسؤال من أصله نادل أو كنا بعدين في عنا zwei espresso إذا كنا نحن شخص واحد أكيد إذا نحط إنه ein espresso هذا شيء بديهي
وهيك مشاهدينا شفنا الحوار بالمطعم. هذا الحوار جدا مهم في نستخدمه بالحياة اليومية او في نستخدمه بالفحوص. طبعا انتبه عشان قلت انه المأكولات والمشروبات فينا نغيرهم على كيفنا، واذا كنا عم نحكي مع شخص واحد عقبالنا فينا نحذف جمل او ننقي جمل مثل وقت طلبوا الطعام او طلبوا المشروبات او وقت دفعوا، كمان ننتبه على الجمل اللي لازم نحنا نغيرها او نحذفها. واكيد اذا الواحد بيكتب على ورقة كل هالمواضيع وبيشوف المكتوبين طبعا، بس انت تكتب اي شيء دغري بتحفظه بسهولة وبسرعة اكتر. وهيك بيكون خلص الفيديو تبعنا. واذا كنت انت مشترك بالقناة بس ما عم يوصلك كل التنبيهات، تأكد من انك ضغط في هون مثل الجرس مشان توصلك كل الفيديوهات عطول.